السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنعرفكم على المشروع نتاع المستشفى الجامعي الجديد في بلدية قديل، واللي هو يعتبر ثاني مستشفى جامعي تم يعني الانتهاء الإشغال منه، والآن راهت التحضيرات الأخيرة قبل الافتتاح نتاعو، يعني ثاني بعد المستشفى نتاع سيد الشحمي واللي هو كذلك بسعة 240 سرير. إذن هنيئا لولاية وهران بهذه الإنجازات الصحية الهامة. إذن نخليكم تابعوا الفيديو حول زيارة نتاع والي ولاية وهران إلى مستشفى قديل الجامعي بسعة 240 سرير، والسلام عليكم. يشهد قطاع الصحة في وهران خلال الأشهر القليلة الأخيرة ديناميكية ووتيرة مقبولة في تجسيد مختلف المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الصحية، وذلك بفضل المجهودات التي يبذلها القائمون على هذا القطاع في الولاية تجسيدا لتعليمات السيد سعيد سعيود والي وهران. حرصا منها على متابعة مستجدات قطاع الصحة عبر تراب بلديات ودوائر ولاية وهران، تواصل لجنة الصحة في المجلس الشعبي الولائي قيامها بدورها الاستشاري والرقابي، حيث لاحظ أعضاء اللجنة لدى زيارتهم لمستشفى فرادي محمد بن عمار بقديل والذي يتسع ل240 سرير أن الأشغال بمبنى المستشفى قد انتهت تماما، ولم يتبقى سوى التعجيل باستكمال تهيئته الخارجية، حيث أمر والي وهران بتحويل مبلغ 4.5 ملايير للانتهاء من هذه الأشغال وفتح هذا المرفق الصحي العمومي أمام المواطنين في 5 شهر جويلية المقبل. كما سجلوا بارتياح بداية عملية تجهيز المستشفى بعد الانتهاء من ضبط الأمور الإدارية المتعلقة بإتمام إعلان الصفقات والأوامر بالخدمة. موقع المستشفى في قديل سيجعله في متناول ساكنة المنطقة، فيما تبقى الكرة في مرمى المجالس المنتخبة من أجل إيجاد حل للسوق الأسبوعي بجانب المستشفى.